ايه الاشاعه اللي طلعت عليكي في تاريخي كله ده؟ الاشاعه طلعت ان انا مت. قد الشر عليكي. قد الشر يا رب. انا مش عارفه ايه ده بجد. ممكن حد يكون لغايه دلوقتي ما اعرفش مين اللي طلع الاشاعه دي. يعني نزلت على السوشيال ميديا؟ لا لا، ما كانش في لسه السوشيال ميديا. ده اقدم. ده كان زمان. طب وفي حد يكتب كده في جورنال مثلا؟ لا، لقيت فجاه الناس عماله تكلمني. اسرار الحكيم ما كانتش، احنا زمايل وحلوين وكل حاجه بس مش قريب. الاقي اسرار الحكيم تتكلم. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ قلت لها كويسه الحمد لله. انت تمام؟ مش عارفه ايه. ماشي. انت عايشه؟ لا وخلاص. لا ما قالتش دي. فخلاص وانا وقفلنا وبتاع، مع ان انا مستغربه لان هي مش بتتكلم. فالمهم خلاص مفيش، مش عارفه. فلقيت مش عارفه مين بيتكلم. الو مدام سلوى. قلت له ايوه. لا فيه. وبعدين محمد النقري راح مكلمني. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ كويسه؟ ماما لما بيسمعوا صوتي بيقولوا لي ازيك يا سلوى. خلاص ما خلاص موجوده. انا في الاخر بقى انا استغربت، يعني لقيت ناس عماله، ناس مش ضروري بتكلم، مش قريبين من، يعني مش مساله مش قريبين، بس احنا مش كل واحد مشغول في حياته. قبل ما التليفون رن كتير ورا بعض، لقيت ورا بعض ورا بعض ورا بعض الناس عماله تسال عليا. قلت في ايه؟ طبعا غريبه. فالمهم ده عادل امام كمان كلمني على فكره، ده انا نسيت. عادل امام كلمني. برضو دي انا حتى لما كلمني كنت فاكره واحد بيهزر. والله العظيم انا قلت واحد بيهزر. فاصل عادل امام يعني لا كنت اشتغلت معاه ولا كان في بينا اي، فلقيته بيكلمني يعني صوت بقى كمان. لا بس هو عادل امام كان بيكلمني. كم مره كنت عملت حادثه بالعربيه كبيره شويه، فدي هي دي اللي كلمني فيها استاذ عادل وسال عني. سال عليا بصراحه والله. بس لا دي حاجه تانية غير حكايه الاشاعه دي. فقعدت اتقص بقى، يا جماعه في ايه بتاع إيه؟ قالوا لي ده بعد الشر بيقولوا. لا عرفت بقى منين. كنت ماشيه في الشارع وعلى الكورنيش كده، ولقيت واحده ست من الجمهور راحت هاجمه عليا وعماله تبوس فيا. يا حبيبتي انت عايشه؟ انا عايشه من زمان على فكره. والله عايشه واحده ربنا. ايوه وتعيط. والله العظيم الست بقول لك بتحضني وعماله بتعيط. مش مصدقني ايش في يعني. قلت لها انت عايشه يا حبيبتي؟ انت مش عارفه ايه؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي كذا كذا. عرفت بقى من الموضوع ده. قلت لهم تقريبا عشان كده التليفون. بس كانت الاشاعات زمان صعب انتقالها لان كانت يا جرايد يا تلفزيون، فكانت صعب انها تنتقل. انا ما اقراش جرايد. اصلا كده ما عرفتش. بس دي اشاعه صعبه قوي ان انا اطلع على حد انه ميت. يعني طلعوها على ناس كتير مش عليا. متجوزه صحفي؟ انا متجوزه صحفي؟ لا انا متجوزه اسامه ابو باشا. هو اسامه ابو باشا لا مش صحفي. احكي لي بقى اتعرفتوا ازاي؟ بصوا احنا كنا اصدقاء في شله كده من شله اصحاب يعني وبتاع، فتعرفنا على بعض وبعدين بعدنا بقى، كل واحد كان في طريق. وبعدين بعد كده اتقابلنا تاني، فبعد كده قلنا طب واحنا ليه؟ طب ما دام يعني احنا كنا متفاهمين، يعني عندنا تفاهم الحمد لله ما بينا وما بين بعض في حاجات كتير، فقررنا بقى بعد كده ان احنا نتجوز. بس كده الموضوع مشي بالبساطه دي. مش بالبساطه. مش بالبساطه. ده بعد هو بعد وانا بعدت. وقعدنا يعني كذا سنه. يعني كان في بينكم كلام ان في اعجاب او في حاجه، ولا انتوا بعدتوا عادي؟ احنا كان في بينا في اعجاب طبعا. يعني كنتوا قايلين لبعض ولا اعجاب مش قايلين؟ لا ما كناش لسه قايلين لبعض. اصدقاء عادي. لا لا، لان هو كان خاطب وراح اتجوز. تمام. وبعدين بعد كده وانا برضو بعدت شويه في شغلي وبتاع. وبعدين بعد كده هو حصل يعني مشاكل. انه في مشاكل بينه وبين مراته يعني وكده، وقلت كل واحد انفصل عن الثاني. وبعدين بعد كده بقى لما اتقابلنا تاني حصل الجواز. حصل الجواز. ايه بقى الدور اللي هو بيحب يتفرج لك عليه؟ يعني هو بيحب كل شغلي الحقيقه. ماشي، بس ايه اللي هو بيستمتع؟ راجل داعم بيحب كل لا بس حاجه. لا اكيد هو في حاجه كده. لا على فكره انا لما مثلا انا اول ما اتفرج على حاجه ليا اتكلم بجد والله مش بهزر. شوفي الناس تقول عليا ايه. انا اول ما اتفرج على حاجه ليا اقول ايه ده، انا ما بعرفش امثل اصلا. هو على فكره لا فعلا في ناس كتير بتشوف نفسها. واقول له يقول لي يا ستي، اقول له طب انا عامله المشهد حلو، يقول لي وحياه ربنا حلو تحفه والله حلو. لغايه اما الناس بقى تبتدي اللي يكلمني في التليفون ويقول لي ما اعرفش ايه ولا بتحسي ان بس ما عدا البرنس طبعا. المشهد بتاع البرنس ده كان بالنسبه لي انا كنت حباه قوي يعني. بس حاجات تانية لما اجي اتفرج عليها في الاول اقول له لا 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 مش عارفه اعمل حاجه، يقول لي يا بنتي والله العظيم المشهد حلو. وخصوصا المشاهد المهمه ابقى حاسه ان انا طب كان ممكن اعمل كذا، كان ممكن اعمل كذا. فلما بقى لا يقول لي يعني انت ما تصدقيش كلامي ومتصدقيش. لا بقول له انت ممكن تكون بتحبني فعايز تجاملني بتاع. فلما بلاقي الناس كلها بقى بتقول حاجات حلوه فببتدي اهدى اقول لا انا كويسه الحمد لله. مش محتاجه راي حد بجد.